أكد وزير المالية أحمد كوجك أن الوضع الاقتصادي في مصر أصبح يشهد استقراراً مشدداً على العمل على جذب الاستثمارات الخاصة. وخلال لقائه بالسفير البريطاني بالقاهرة جاريث بايلي، أشار كوجك إلى تحقيق مؤشرات مالية جيدة ومطمئنة بموازنة العام الماضي المنتهية في يونيو من عام 2024، حيث تم خفض عجز الموازنة إلى 3.6% وتحقيق فائض أولي 6.1% متضمناً عوائد رأس الحكمة. وشدد وزير المالية على أن الحكومة المصرية تتحرك في أكثر من اتجاه وفق رؤية متكاملة ومتسقة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ودفع التصدير والاستثمار في ظل التحديات العالمية والإقليمية الراهنة. استقبل نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير سفير سيراليون لدى القاهرة. بحث الجانبان التعاون في مجال الطرق والكباري من خلال زيارة وفد من هيئة الطرق والكباري والشركات المصرية خلال شهر سبتمبر القادم للعاصمة سيراليون فري تاون. كما تمت مناقشة تعاون في مجال زيادة حجم التبادل التجاري المنقول براً، ورغبة الجانب السيراليوني في التعاون في مجال النقل البحري لتيسير خط ملاحي أو لتسيير خط ملاحي بين الجانبين. أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بوادي السريرية بمحافظة المنيا عن إتاحة فرص صناعية متميزة بالمنطقة لكل من يرغب في تخصيص مصانع في مجالات كربونات الكالسيوم ومواد البناء والرخام والجرانيت ومصانع الطوب الرملي، وذلك للاستفادة من توافر المواد المحجرية. جاء ذلك بناء على الطلب الذي تقدم به اللواء عماد كدواني محافظ المنيا إلى الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل خلال اللقاء الذي عقد بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية بشأن تفعيل وتنفيذ واستغلال المنطقة الصناعية بوادي السريرية بمحافظة المنيا. أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب أهمية البناء على العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن في زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة. جاء ذلك خلال استقبال الوزير للسفيرة هيرو مصطفى السفيرة الأمريكية بالقاهرة والوفد المرافق لها، حيث استعرض الوزير والسفيرة الأمريكية محاور اجتماعات الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المصرية الأمريكية المشتركة والتي ستعقد بواشنطن خلال يومي الرابع والخامس من سبتمبر المقبل. قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة إن الهيئة تضع إمكانياتها الفنية والترويجية للمحافظات لجلب المستثمرين وتحفيزهم للاستثمار في هذه الفرص. وخلال لقائه محافظ قنا خالد عبد العال وممثلي جميع محافظات مصر لبحث فرص الاستثمار على مستوى الجمهورية، أكد هيبة أنه سيتم تنظيم جولات ترويجية لعدد من الوفود الأجنبية لتفقد الفرص الاستثمارية في المحافظات. وأوضح هيبة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد في أول اجتماع بالمحافظين الجدد على أهمية جذب الاستثمارات إلى المحافظات، مشيرا إلى أن خريطة مصر الاستثمارية تضم حاليا 1252 فرصة استثمارية. ترأست وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط الاجتماع الأول ضمن سلسلة لقاءات مع القطاع الخاص تحت عنوان تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والأطراف ذات الصلة من أجل الابتكار والتنمية. تهدف اللقاءات إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية واستعراض الفرص الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية في مصر وتعزيز التكامل بين الخطط الاستثمارية للدولة والبرامج التي ينفذها شركاء التنمية من خلال تشجيع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتعزيز فرص التمويل المختلط.
توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري نسبة نمو قدره 5.1% في العام المالي المقبل 2025-2026. وأكد صندوق النقد الدولي في تقرير صادر عنه أن الاقتصاد المصري يتوقع أن يسجل نسبة نمو العام الجاري بنسبة 4.1%، مشيرا إلى أنه أيضا من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نسبة نمو قدره 5.6% خلال العام المالي 2028-2029. تراجعت ثقة الشركات الألمانية للشهر الثالث على التوالي في أغسطس، مما يقوض أمال التعافي لأكبر اقتصاد في أوروبا. وقال معهد إيفو إن مؤشره لمناخ الأعمال انخفض إلى 86.6 في أغسطس من 87.8 في يوليو. وتوقع المعهد أن يشهد الربع الثالث من عام 2024 مزيدا من الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الألماني، الذي انكمش بشكل غير متوقع بنسبة 1% في الربع الثاني. هبط الدولار إلى أدنى مستوى في 3 أسابيع مقابل الين، مع تحول جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي بقوة إلى التيسير النقدي. وتراجع الدولار قرب أدنى مستوى له في 13 شهر مقابل اليورو، وتراجع مقابل الجنيه الاسترليني ليقترب من مستويات تم تسجيلها آخر مرة في مارس من عام 2022.